اول حاجه كنشكر شيف تافي على المواكبه ديالها والتغطيه الصحفيه لهذا النشاط اللي داز في احسن مستوى. كنشكر جمعيه المجتمع المدني هنا بمقاطعه اليوسفيه على تنظيم هذا النشاط ديال اللي كيعتني بالطفل والام، وخصوصا وحنا كنعرفوا ان الطفل هو الامل في المستقبل في الحياه، هو الامل باننا باش ننشئوا به مستقبل جديد ان شاء الله. هو الطفل هو الكل في الحياه، الكل في الكل، لان ملي كتخدم على الطفل انك كتخدم على جميع الشرائح المجتمع المدني، فان الطفل هو الامل في الحياه في كل شيء، في الدراسه، في الصحه، في التعليم، في اي حاجه ان شاء الله. المستقبل ديالنا هما في ذوك الاطفال ان شاء الله، اننا دائما نحتفلوا بهم ودائما نديروا التكريمات، لان الاساتذه والناس اللي دائما تيبقاو والاطر التخيميه اللي دائما تتخدم على الطفل، لان في الحياه كلها ان شاء الله كنتمنوا اننا نعاودوا نخدموا بحال هذه البرامج ان شاء الله ديال الطفل، وتعم جميع المقاطعات في المقاطعه وجميع المجتمع المدني وجميع المقاطعات هنا في الرباط، باش اننا دائما الامل ديالنا ان شاء الله دائما في هذه الام والطفل، لانهم الامل في الحياه، هما الامل في اننا نستمروا باننا نشوفوا دائما انشطه ثقافيه وترفيهيه واجتماعيه وخيريه. ودائما كنشكر جميع الناس ديال شرائح المجتمع المدني اللي لبات الدعوه وشاركت اليوم، وكان دائما كانوا مجندين باش انهم ينجحوا هذا النشاط هذا ويكونوا وراء دائما هاد الاطفال هذا والاخوان. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خير المرسلين. في البدايه الشكر موصول للاذاعه شوف تي في والجمعيات المجتمع المدني على الرأس ديالهم جمعية النور وجمعية ريتاج وجمعية بائع السمك على صعيد مقاطعة اليوسفية. تنتمنوا أن هذه المبادرة اللي توجهت اليوم بحفل ختامي اللي تعتني بالأم والطفولة اللي هما جزء وأساس في النهوض بالمجتمعات عامة الإنسانية، وهذه بادرة حسنة تحسب لهذه الجمعيات. وتنقدموا كذلك الشكر إلى السلطة العمومية اللي كذلك تتزكي وتتمن هذه الأنشطة التربوية الهادفة. نتمنوا أنها ما تكونش المبادرة الأولى والأخيرة، نتمنوا بأنها تكون هي الشرارة اللي تطلق هذه الحملات التحسيسية والإنسانية في داخل مقاطعة اليوسفية. وتنشكروا الإخوان اللي تكرموا فيها مجموعة من الوجوه الجمعوية والتعليمية والفنية، على رأس ديالهم كان الأستاذ خي اللي جا اليوم وشرف مقاطعة اليوسفية، اللي خدا مجموعة من الصور مع بعض الأطفال اللي كانوا فرحوا. وحنا الهدف ديالنا كاملين كنسيج جمعوي أننا نخلقوا الابتسامة في وجوه هاد الأطفال اللي هما شباب الغد وهما عماد ديال المستقبل.